بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عشر عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسديد والقبول في القول والعلم والعمل. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. هذا إذن هذا الحديث يدل على ما دل عليه الحديث قبله، حديث أيضا عائشة رضي الله عنها حينما قالت يعني إن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهما أم حبيبة أم سلمة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأينها في الحبشة، وذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم ما أعجبهم فيها من التصاوير وحسنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مريضا يعني اشتكى، وهو المرض الذي مات فيه. فلما رأى إعجابهم واستحسانهم للصور لم يسكت عليه الصلاة والسلام، مع أنه كان مريضا وكان مرضه شديدا. قالت: فرفع رأسه، بمعنى منبها والخطاب للأمة كلها، قال: أولئك الذين هم اليهود والنصارى، لأن كنيسة والكنيسة النصارى إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا في تلك الصور. ومع الأسف فعلا يعني أحيانا بعض دور العبادة عند هؤلاء وكثير سواء من كانوا من الديانة السماوية المحرفة أو حتى الوثنيون، غالبا بيوت عباداتهم مالية بالتصاوير، مالية بالتصاوير والتماثيل، وهي تصاوير وتماثيل لا تدل على التعظيم وعلى الإعجاب وعلى نحو ذلك. وإن كان قد يكون الآن تغير إلى حد ما يعني تعلق الناس بالصور ومن حيث يعني تعظيمها، ولكن يبقى أنها تبقى في النفوس معظمة، ويبقى لها مع الأسف جلالها. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا أشد تحذير، وقال إنهم هم يصورونها في 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 معابدهم دليل على تعظيمهم لها، ودليل على أنهم يربطون بين الصورة وبين التمثال وبين العبادة وبين الديانة. وهنا أيضا حديث عائشة الآخر قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه، يعني الذي مات بعده عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقلنا بالأمس إن اتخاذ القبر مسجداً
له عدة صور، منها السجود، من سجد عند قبر فقد اتخذه مسجدا أو استقبله جعله قبلة له فقد اتخذه مسجدا أو بنى عليه على القبر مسجدا فأيضا اتخذه مسجدا. إذن أو دفنوا القبر أو الميتة في داخل المسجد، كل هذه تسمى اتخذوا القبور مساجد، إما يسجدون عليها ويسجدون لها، بل حتى السجود لله عند القبر لا يجوز، وإن كان شركا لكن لا يجوز، وإن كان السجود لله، لأن صاحب القبر ليس له مزية. إذن السجود عند القبر هذا نوع من اتخاذ القبر مسجدا، جعله في القبلة، جعله قبلتك وأنت تصلي، أيضا هذا ممن اتخذه مسجدا، البناء عليه مسجد أو دفن المقبور والميت في داخل المسجد، هذا كله من صور اتخاذ القبور مساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى، ولا شك أن اللعن شديد، اللعن ترى إخواني هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ومن لعنه الله أو لعنه النبي فقد حقت عليه اللعنة. من لعنه الله أو لعنه النبي فقد حقت عليه اللعنة، بمعنى أصابته، بمعنى أنه كان يعني طرد من رحمة الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا معلوم أن اللعن مذموم عندنا، ولا يجوز للمسلم أن يكون لعان، لأن اللعن دعاء، حينما تقول لمن تخاطبه لعنة الله عليك ولعنك الله أو لعنك الله، معناه أنك تدعو عليه بأن يلعنه الله، يعني تدعو عليه بأن يطرده الله من رحمته، هذا لا يجوز بأي حال. وقد تصيب الدعوة وقد لا تصيب، لك مهما كان المسؤول عنها أنت، بمعنى لا تكون لعانا. تعلمون مرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا لعن دابته، لعن دابته فأصابتها اللعنة، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم دعها لأنها ملعونة، وحتى قد صحابنا راها تمشي ما لا أحد يعني يتعرض لها، لكن نحن حينما لعن صلى الله عليه وسلم وحينما تلعن أحدا لا ندري أصابته ما أصابت، لكن هذا إخبار نبوي، قال اللعنة أصابتها فدعها. فاللعن خطير، واللعن ومن يلعن الله ويلعنه رسوله تصيبه اللعنة، ويدل على أن الملعون هذا الملعون عليه أنه كبيرة، كبيرة من كبائر الذنوب، ناهيك أنه قد وسيلة من وسائل الشرك وقد يؤدي إلى الشرك المباشر. فتقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، بمعنى عظموها وبنوا عليها وصاروا يتعبدون الله فيها، وهذا لا يجوز بأي حال. ومع الأسف أن بعض المسلمين ابتلوا بمثل هذا، فتراهم يبنون القبور على المساجد، يبنون على المساجد على القبور، وأيضا يعظمون القبور، بل لعل بعضهم يطوف حولها، وهذا لا يجوز. الطواف خاص بالكعبة، والطواف شرك ومخرج من الملة، إذا كان يطوف لصاحب القبر كفر، وتعظيمه ومن هيك أي بالتمسح بها، كل هذا لا يجوز. وإن كنا نحب الصالحين
وأن أقدرهم وأن أعرف مكانتهم ومنزلتهم، وأيضا نرجو لهم أيضا علو المنازل، لكن هذا لا يعني أبدا أن نعتقد فيهم اعتقادات خاطئة من حيث أنهم ينفعون أو أنهم يضرون، هذا لا يجوز بأي حال، وهذا لا أعتقده مسلم. النافع الضار هو الله عز وجل، هو الله وحده، فما بقى هذا ميت انتهى، الميت انتهى، انتهت علاقتنا به، علاقتنا به أن نحبه، وعلاقتنا به أن ندعو له لا أن ندعوه، مهما كان من الصلاح فحقه أن ندعو له ونرجو له أيضا المنازل عند الله عز وجل لصلاحه، لكن ما ندري أيضا هل مات على الخير، وهل يعني أعماله خالصة غير خالصة، هل كلها، هل حسناته أكثر من سيئاته، هذا كله لا نعلمه، لكن نحسن الظن، نحسن الظن بالصالحين وبالعلماء وبالأولياء ونحبهم ونقدرهم ونجلهم ونعرف مكانتهم، لكن لا ندعوهم ولا نصرف لهم شيئا مما هو حق الله عز وجل، هذا كله يجوز. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم شدد اللعن هنا، لأن هذا التعظيم يؤدي إلى أن المعظم لهذا القبر قد تعلق به، تعلق به تعلقا لا يجوز إلا أن يكون لله. المسلم يكون نظيف في توحيده، سليم في عقيدته، نقي وصافي، لا تشوب عقيدته أي شعيبة من حيث التعلق بالمقبورين والتعلق بالأموات واعتقاد نفعهم واعتقاد ضرهم، هذا لا يجوز، لا يملكون أبدا. الله عز وجل أمر نبيه وهو حي، قال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فكل ما أدعو من دون الله لا ينفعني ولا يضرون، سواء كانوا أحيانا أو موتا، لأن هذا حق الله وحده، الله هو المتصرف وهو المالك وهو المدبر. ومن هنا كان اللعن والتشديد على تعظيم القبور أو البناء على القبور أو التعلق بالقبور أو التمسح بالقبور، هذا كله لا يجوز، وهذا لا يعني أننا لا نحبهم وأننا نقدرهم وأننا يعني نتقرب إلى الله بحبهم ونعرف مكانتهم ومنزلتهم، هذا حق، لكن لا يعني أن نرفعهم إلى مقام الألوهية أو إلى مقام أن نصرف لهم شيء من حقوق الله عز وجل. فقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك، يعني لولا هذا النهي والصحابة امتثلوا وعرفوا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم وتشديده في هذا، قالت ولولا ذلك لا أبرز قبره، يعني لو 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 أذن لنا أو لو لم ينهنا كان أبرز القبر وضعنا على المباني وزخرفناه وفعلنا، لكن نظرا لنهيه لنا ولعنه على المخالفين نحن توقفنا. تقول ولولا ذلك أبرز قبره، لكنه أبرز، بل احتاطوا رضوان الله عليه. طبعا قبر النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي عليه الصلاة والسلام دفن في بيت عائشة، وبيت عائشة كان خارج المسجد، وكان في شرقي المسجد، لكن لما جاء الوليد بن عبد الملك ووسع المسجد أدخل المنطقة التي حول القبر وأدخلها في المسجد، لكن لما أدخلوا ماذا فعلوا؟ بنوا جدران على المسجد. ما هذه الجدران؟ جدران مثلثة بحيث لا تستقبل القبر، حطوه بثلاثة جدران على شكل مثلث بحيث ما لا تتمكن من استقبال القبر،
هذا كله حرص منهم على فعلا على الامتثال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشية. ضبطت خشية وخشية. خشية يعني النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يتخذ مسجدا فشدد على هذا، أو أنه خشية ألا أن الصحابة حينما قبروا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبرزوه، وحينما أيضا أدخلوا القبر في التوسعة أيضا وضعوا الحيطان الثلاثة حتى لا يكون أي يعني محاولة أو تفكير أو تعلق بأن يصرف شيء لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق، أفضل الخلق على الإطلاق، لكنه لا يصرف له شيء من حق الله عز وجل، بل هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل في كل يعني في أشرف المقامات سماه عبدا، وهو قد أسري به وعرج به ما يعلى، قال سبحان الذي أسرى بعبده، مع أنه مقام شريف لكنه أشرف أشرف أوصافه عليه الصلاة والسلام أن يكون عبدا، سبحان الذي أسرى بعبده. وفي سورة النجم لما صعد عرج به قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، مع أنه في مقام شريف، بل مقام قصر دونه جبريل. جبريل الرسول وقف عند السماء السابعة والرسول عليه الصلاة والسلام صعد، ومع هذا المقام الشريف الله عز وجل فأوحى إلى عبده ما أوحى. وفي كل المقام الشريف تبارك الذي نزل على عبده، والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فالمقامات الشريفة أنه يكون عبد مع أنه رسول عليه الصلاة والسلام، وأن مقامه عندنا معلوم أن مقامه الشريف، لكن يبقى هو عبد الله عز وجل. قال ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، بمعنى لو أبرز أو أعطي نوع من التعظيم أو نوع من الزخرفة أو نوع من المباني، هذا قد يقود إلى أن يتخذ مسجدا. ما معنى كما قلنا مسجدا؟ بمعنى إما أن يسجد عليه، وإما أن يستقبل قبلة، وإما أن يبنى عليه مسجد، وإما أن يدفن داخل المسجد. هذا كله من أنواع اتخاذه مسجدا. نعم. الحديث 13 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. أيضا هذا من الحديث 13 من حديث الجنائز الذي ورد الشيخ، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، بمعنى أن المصيبة حينما تحل والميت حينما توفى ولا شك أنه له منزلته وعزيز ومحبوب، وصعب أن يفقد صديقه أو ابنه أو أمه أو أباه أو أخاه وعمه وكل عزيز، ويشق عليه ويحزن ويبكي، وهذا لا إشكال فيه أن تبكي عند المصيبة، أو أن يعني يظهر منك نوع من البكاء صوت أو أنين أو خروج دموع، هذا لا إشكال فيه. الحزن ويعني الشعور بالضيق ونحوه هذا أمر جبلي، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، لكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا، لا نقول إلا ما يرضي ربنا،
بمعنى أننا نعم هذا الله جعل في جبلة الإنسان وطبيعته أنه يحزن إذا فقد عزيزا، لكن وهذا لا إشكال فيه ولا يلام عليه الإنسان، لا يلام أنه حزن أو أنه بكى أو أنه، وكما قلنا في الجلسة الماضية الحزن هذا يطول ويقصر، بعض الناس رقيق ويستمر حزنه أيام وأسابيع أو حتى كلما ذكر، وبعض الناس لا يسلو بعد يوم أو يومين أو نحو ذلك، فهذا كله لا إشكال فيه. فالحزن والاكتئاب والشعور بفقد العزيز لا إشكال فيه، والبكاء وخروج الدموع ونحو ذلك لا إشكال فيه، إنما الكلام على ما يصدر من اللسان أو ما تفعله الجوارح. وهذا مر معنا في الحديث السابق في أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشق. الصالقة، وقلنا إن الصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة تحلق شعرها أو تنتفه أو تمزقه، والشق تشق الجيب. وهذا مثل حديث مسعود ليس منا من ضرب الخدود جزعا يعني، ولهذا بعض نسأل الله السلامة ضعاف النفوس، وحينما تحصل مصيبة يندب ويبكي ويضرب صدره ويضرب خده ويضرب أجزاء جسده، وقد يضرب برأسه على الجدار أو برأسه على الأشياء، نسأل الله السلامة. هذا لا يجوز بأي حال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا. وهذا يقول علماء هذه كلمة شديدة، حتى بعضهم قال ليس على طريقتنا، وبعضهم قال لا هذه لا، حتى بعضهم لا نفسرها لأن أعظم من أن نفسرها وأكبر من نفسه، ولهذا من الكبائر. فحينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا، يعني كأنه يعني أمر شديد، ضرب الخدود جزعا وشق الجيوب، نسأل الله السلامة، ودعا بدعوى الجاهلية بما الصياح والندب وظهراه وثلداه من لغيرك، هذا كله لا يجوز بأي حال. وقلنا في أن مثل هذا الجزع هذا يدل على عدم الرضا عن الله عز وجل، وأنك لم ترضى بقدر الله ولا بحكمته، مع أن المؤمن حقيقة المؤمن يعلم أن كل ما يقدره الله هو خير للمؤمن، ما قدره الله من ما يحبه المؤمن أو ما يكرهه كله خير له. هذا هو محض الإيمان. بينما إذا أظهرت التسخط وجزعت وضربت وشققت، هذا تسخط وعدم رضا عما قضاه الله وقدره. فقلنا إن مثل هذا الأفعال تقود إلى التسخط على ما أجره الله عز وجل وقدره، وأيضا تدل على عدم الصبر، والصبر معلوم أنه مقام عظيم ومقام شريف، حينما الإنسان مأمور الصبر. وقلنا في الجلسة الماضية أن الصبر في صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله المؤمنة المؤلمة، والصبر على الطاعة معروف أن الطاعة تكاليف وتحتاج إلى صبر، والمعصية أيضا تنقاد لها النفوس ويحتاج أن يصبر حتى لا يدخل فيها، والأقدار المؤلمة أيضا تحتاج إلى صبر لأنها واقعة، القدر واقع ونازل، فتصبر حين ينزل هذه الأشياء المصائب التي لا يرتاح لها الإنسان. فضرب الخدود وشق الجيوب هذا يناقض الصبر ويدل على الجزع وعدم الصبر. أيضا هذا يضرب النفس، حين يضرب وجهه ولا يضرب خده أو صدره قد يتألم في آلام النفس، آلام حسية وآلام نفسية، صلى الله عليه وسلم. أيضا كذلك أحيانا
يأتي بكلمات شديدة، قد يدعو على نفسه، يدعو على نفسه بالويل والثبور، دعاء نسأل، وقد يستجاب نسأل الله السلامة، قد يستجاب، وتظلم وتسخط على ما أتراه الله عز وجل، وأيضا في إتلاف المال كما قلنا، شق الجيوب، وأيضا في كذب أحيانا حين مثلا يذكر صفات الميت وليست فيه، إنما نوع من يعني المبالغات التي ليست في مكانها. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. دعوى الجاهلية اللي هي النعي والندب وذكر ما ذكر يعني وضع راه وسنداه ما لي أحد، هذا كله من دعاوى الجاهلية. نعم. الحديث الرابع عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل جبل أحد. أيضا هذا في فضل شهود الجنازة، الصلاة عليها وتشييعها، هذا كله من أفضل الأعمال. يقول عليه الصلاة والسلام: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. وهذه العبارة: من شهد الجنازة، يعني كأنه إذا سمعت بوفاة المتوفى سواء من أقاربك أو أصدقائك، شهوده يكون من حين ما تسمع، تذهب وتقف معهم لأنهم محتاجون إلى من يواسيهم ويسليهم. وعادة أصحاب الميت إذا رأوا إخوانهم حولهم غالبا يأنسون ويخف مصابه، بخلاف ما لو كان منفردين. تلاحظون أحيانا حينما يتوفى متوفى وهو غريب في بلد غريبة ليس عنده إلا قريب من أقربائه أو قريبين أو صديق خمسة ستة، يعني يصيبهم حسن، بينما يتوفي في بلده أما إخواني واجتمع الإخوان واجتمع الأقارب واجتمع الأصدقاء يخف المصاب، يخف كثيرا، وهذا يعني شأن بشري. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة، بمعنى حضر من حال ما سمع وجلس معهم عند التغسيل، جلس معهم إن كان في البيت ولا كان في المغسلة، وحضر معهم وشهد حتى يصلى عليها فله قيراط. يعني كأن القيراط يعني لا يستحقه إلا من شهد إلى الصلاة وليس الصلاة وحدها. يعني شوف اللفظ النبوي: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها. ولهذا ينبغي أن نحرص حينما أسمع لوفاة من يعني نسمع وفاته، وأن قدر الإمكان أن نشهد ونحضر إلى الصلاة، لأن هذا فيه تخفيف على أهل الميت. من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، يعني الأجر. والقيراط كما في الحديث مثل الجبل العظيم، وفي رواية مسلم أصغرها مثل أحد. أحد كبير، إذا رحت المدينة شوفوا أحد كبير جدا، سلسلة جبال ما هو جبل واحد، هذا أصغر شيء في القيراط، فما ذلك إذا كان أكبر وأكبر. القيراط أكبر منه، قيراط الأجر أكبر من جبل أحد. فإذا صلى ومن شهد حتى تدفن، يعني حضر للمقبرة ووقف مع أهل الميت حتى تدفن له قيراط، فله قيراطان. طبعا مقصود له قيراطان بمعنى قيراط الصلاة وقيراط شهود الدفن،
فلا شك هذا فضل عظيم. ولهذا ابن عمر ما سمع في الحديث المتأخر ما سمعه إلا متأخرا قال كم فات علينا من القراريط. وذكر علماء من الطائف أنك إذا صليت على جنازة فلك قيراط، وجنازة قيراطان، وإذا تعددت الجنائز تعددت القراريط، إذا تعددت الجنائز تعددت القراريط. بينما لو صليت أكثر من مرة على جنازة واحدة لا، إذا صليت أكثر من مرة على جنازة واحدة لا، لا تتعدد القراريط. القراريط تتعدد بتعدد الجنائز، تتعدد بتعدد الجنائز. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.